الناس كلها عارفه ان هي ماما، مش مع استاذه سوسن بس، كمان مع البيت عموما، استاذ هيد واخواتي في البيت. بصراحه احلى المشاهد. ممكن في يوم من الايام تقرري تخوضي فكره عمليات التجميل اصلا؟ اخري اعمل حقن النضاره، طبعا السكين كير روتين طبعا دي اول حاجه، لاني وشي هو اللي شغاله بيه. اعتبر نفسي محظوظه جدا ان انا الفتره اللي فاتت كان عندي نعمل افوكادو، كان ترند في كل الدول. ولا انا برحب بيكي معايا فونتك. اولا دخلتك انت وسوسن مع بعض، ومش اول مره تبقوا مع بعض عامه. فكره ان انتوا كده كده شغالين مع بعض في اعمال، ومن انجح الاعمال اللي عملتوها مع بعض ابو العروسه دلوقتي وانتوا داخلين مع بعض، شعوري؟ انا عايزه اقول لك مبدئيا ان الناس كلها عارفه ان هي ماما، في مقام ماما، ده حقيقي فعلا. انبسطت جدا، خصوصا ان انا فعلا اتفاجئت بيها، انا ما كنتش عارفه ان هي موجوده خالص. مبسوطه، احساس ان رجعت لي ذكريات فظيعه يعني بصراحه، فمبسوطه جدا. من احلى المشاهد اللي انت بتحبيها ما بينك وما بين سوسن في ابو العروسه؟ يو كتير قوي قوي، مش عارفه اقول لك حاجه معينه، بس فعلا فعلا كل مشاهدي، مش مع استاذه سوسن بس، كمان مع البيت عموما، استاذ هيد واخواتي في البيت، بصراحه احلى المشاهد، ده حقيقي. احنا النهارده في ايفنت ليه علاقه بسيده زي ما بيقولوا، قولي لي انت كده ايه الخطوات اللي انت بتعمليها، عشان انت بتشتغلي في مهنه شاقه، بتعملي ايه عشان تقدري تحافظي على جمالك وبشرتك؟ بصي طبعا السكين كير روتين طبعا دي اول حاجه، لاني وشي هو اللي شغاله بيه. رياضه، مؤخرا بلعب رياضه، ما كنتش بعمل كده زمان، بقالي تقريبا 3 سنين منتظمه. دي من اكتر الحاجات، بركب خيل كل فتره يعني، حاجات كده. ممكن في يوم من الايام تقرري تخوضي فكره عمليات التجميل اصلا؟ ما اعتقدش بصراحه يعني، او حاليا انا ما اعتقدش، لاني انا بخاف ابعد عن شكلي بصراحه يعني. انا دايما انا مش ضد الناس اللي بتعمل كده خالص، بالعكس كل واحد حر، بس انا كولاء ما احبش ابعد عن شكلي يعني. انا يعني اخري اعمل حقن نضاره حاجات كده، لكن غير كده لا. دي اعمال الفتره اللي فاتت انت شاركتي فيها، وما شاء الله كان صداهم حلو جدا. كل عمل انت شاركتي فيه شفتي صداه ازاي، وكنتي مبسوطه بكل عمل ومختلف عن التاني؟ الحمد لله. طبعا بعتبر نفسي محظوظه جدا ان انا الفتره اللي فاتت كان عندي نعمل افوكادو، كان ترند في كل الدول. ده حقيقي، الحمد لله كنت مبسوطه جدا جدا بالنجاح بتاعه. صوت وصوره كان يعني مفرقع الدنيا مع الناس كلها، كنت مبسوطه جدا ان الناس متفاعله معاه ومتعاطفين جدا مع رضوى في المسلسل ومع الشخصيات كلها بصراحه. فلا بصراحه كنت مبسوطه جدا، اتمنى ان اللي جاي يبقى بنفس المستوى او اعلى ان شاء الله. اي فنان بيشتغل مع محمد سامي بيقول لك، في فنانين يقول محمد سامي عصبي جدا عشان شغله يطلع باحسن شكل، في فنانين تتمنى تكرر التجربه مره اثنين ثلاثه، انت من اني من وجهه اني نظر؟ اكيد طبعا اكرر التجربه تاني يعني، هو حد ناجح جدا وبصراحه كل اعماله ناجحه يعني. ما كانش بيتعصب في اللوكيشن، ما كانش بيبقى متضايق جدا مثلا الفنان يبقى عايز يحط التاتش بتاعه ويقول له لا هو ده اللي المفروض يتعمل؟ لا هو العادي الطبيعي يعني، لو في حاجه ضايقته اكيد بيتضايق طبعا، بس لا مش بيحجر على الفنانين اكيد، لا خالص بالعكس. ممكن نشوفك في إيش معايا رمضان 25؟ لا ما اعتقدش لحد دلوقتي، ما اعتقدش، لاني بيتهيألي هو استقر خلاص على الكاست، فلحد دلوقتي لا ما اعرفش حاجه. لسه. ايه اللي بتحضري، ايه الخطوات اللي جايه الفتره اللي جايه؟ بصي في حاجه لسه بقراها، بس لسه مش عارفه اقول عليها، لان انا لسه ما اتفقتش، فاهمه؟ فلسه مش عارفه لحد دلوقتي. طب السينما اخبارها ايه من عندك؟ لا السينما مش عارفه، يمكن شويه متعطله شويه، ما اعرفش ليه، بس خير ليكي حبيبتي، شكرا.